يسعد اوقاتكم مشاهدينا ومتابعينا، اهلا وسهلا فيكم صوما مقبولا افطارا هنيئا وتقبل الله الطاعات. مشاهدينا ومتابعينا راح نكون احنا معكم في جوله جديده من ضمن جولاتنا في مسابقات شهر رمضان المبارك بصحبه حلويات العنبتاوي. حلويات العنبتاوي اصل الحلو، ولا تنسوا الشرقيه والغربيه والمحليه كمان، اضافه نوعيه جديده من حلويات العنبتاوي بن العنبتاوي. مشاهدينا ومتابعينا طبعا 5 أفرع في فلسطين، طول كرم، جنين، قلقيلية، رام الله، وعتيل، و25 فرع في الأردن. تعالوا معنا بهالأجواء الرمضانية مكملين معكم جولتنا في مسابقات وجوائز وهدايا مع حلويات العنبتاوي أصل الحلو. من وراء الكاميرا سيكون برفقة عبود الزغلول ومني أنا منتصر العناني. تعالوا نشوف مين بده يفوز معنا بحلو مع أصل الحلو عنبتاوي. حلويات العنبتاوي أصل الحلو، يعني ما فيها نقاش. أبو إيش أنت؟ أبو مالك. أبو مالك عاشت الأسماء. بقول مثل أيفتى ومالك في المدينة. في المدينة، يعني اتركوا الإشي لأصحابه. لا. هيك الأساس. بس إحنا ما واحد بترك إشي بأصحابه. لا الحمد لله كلنا بنفتي. كلنا بنفتي. الحمد لله. طيب. مع حلويات العنبتاوي بتجاوب على السؤال بتأخذ هديتك مباشرة. أوكي يا سيدة أبو العبد. أبو مالك. أبو مالك. أبو مالك. أيوة. من القائل لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان، من هو؟ مش عارف. مش عارف. لسه ما استفتحناش يا جماعة الخير مع حلويات العنبتاوي. ما أول سؤال، تعال هي عارفه الحج. حج مش عارفه أنت، بس نمس عليك أقول لك كل عام وأنت بخير. طيب كل عام وأنت بخير ورمضان كريم. احنا مع حلويات العنبتاوي، يعني كان سؤال سهل ومشهور الشاعر كمان. غير لي السؤال. غيره. طيب بدنا نغيره. الشاعر تعال يا اجل بطل، تعال تعال هنا غيرنا لك السؤال. السؤال بيقول ابو ايش انت؟ ابو عماد. ابو عماد عاشت الاسماء ابو عماد. كل عام وانت بخير يا ابو عماد. طيب ما الصورة التي تعطيني اجابتين، ما خيارين يعني جاوب عليها منيح؟ يعني خيارين. لا لا ما بدي اعطي خيارات، هو بعطيني مرتين جوابين. ما السورة التي عندما سمها الجن قال إن سمعنا قرآنا عجبا؟ ما هي السورة؟ يلا بلكي تطلع معها تعرفش شو يا سيدي؟ معركة بساس. مش خيار. شو يا سيدي؟ يلا غيرت لك السؤال الاول معك. شو يا باشا؟ ما بعرفوش. شو يا ابو العباس؟ انت سالتني اول مره. هاي غيرت لك السؤال. ما السوره التي عندما سمها الجن قال إن سمعنا قرانا عجبا؟ يلا سوره الجن. سوره الجن. ابو مالك الكاميرا هي بتقول لي الجواب غلط. ايش يا ابو مالك؟ والله يا جزيك. طيب اشكرك. ايش؟ الكهف. الكهف. طيب ابو عماد هاي اجابه غلط. في معك كمان اجابه، انا قلت لك مرتين يعني معك. هاي الكهف راحت. شو كمان؟ شو؟ عرفت ابو عماد؟ الكهف كلنا بلاش. غلط. بدنا نشوف اشي تاني يلا. اعطيني الصورة بلكي تيجي معك يلا غيرها. الجن. الجن ما هو قالها ابو مالك قلنا له لا. شو يا سيد البلد؟ شو ابو عماد وابو مالك وابو مالك نازل كل ايفتى ومالك في المدينة وجاي اهل البلد شو؟ ما الصورة؟ هيك هيك هيك. ما الصورة التي عندما سمها الجن قال إنا سمعنا قرآنا عجبا؟ سورة. سمعها الجن قال إن سمعنا قرآنا عجبا. مرت معك؟ عم أعتقد البقرة. البقرة. شو الرد عليه؟ جواب غلط. شكرا لك كل عام وانتم بخير. عندنا سؤال اذا بتجاوب بتاخذ مع حلويات العنبتاوي يا حبيبي. وعلى معنا قطايف اليوم تفضل. بدك
طايف؟ معنا كطايف احنا. معك كطايف اه. تلفين على السريع؟ اعطيني السؤال تعرف اليوم. ابو علاء، ما السورة التي عندما سمعها الجن قال إن سمعنا قرآنا عجبا؟ أي سورة؟ إن سمعنا سورة ياسين. ياسين. كمان خيار معك، يلا روح. سورة البقرة. سورة البقرة. ابو علاء وجايبني بقول لي هاي المنقذ وهي ما هو انا عمل يعني ما السورة التي عندما سمعها الجن قال إن سمعنا قرآنا عجبا؟ ما لحقش الجوجل لقطه. انا مش غلطان بسورة يوسف هاي. يوسف. طيب يوسف حطينا على جنب. يلا معك كمان خيار، كمان سورة. يلا كيف انا معك بتهون صح؟ استنى ثواني. ايوه اديداس خليك، لا تقولش لحد. اوه ما بعرف. طيب شو اسمك؟ يزن. يزن كيفك يزن حبيبي؟ طيب اذا الحل عندك حلو بدنا نخلص يا زلمه. سورة الرحمن. يا عيني عليك. اسالك سؤال. لا والله لا وحافظها زيك. حافظها زيك. حافظها مش زيك. في سورة الرحمن. سمعت يا باشا؟ الرحمن يا جماعه. طيب عشان نبسطه منيح جوابك ايش؟ صح. شو؟ لا والله جكر فيك صح. طيب هاي هديتك الرحمن، هاي من حلويات العنب تاوي، انت طالع بتاخذها من عندي. خلاص ان شاء الله يسلموا احلى حلويات. السؤال بيقول صعب ولا سهل؟ سهل؟ شو بتدرس؟ شو بتعمل انت؟ شوفير عمومي. شوفير عمومي. طيب الله يعطيك العافية. السؤال اسمع، إذا بتجاوبوش عن جد بدي أزعل منك. رجب، أشهر الكرماء في التاريخ العربي. لا 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 أبو مالك عيدت أنت زمان. لا 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 رجعت. ما مرش على أشهر الكرماء، هذا سهل مش سهل. طيب اسمعوا. شو حاتم أشهر الكرماء شو اسمه؟ حاتم طاي. الطائي. 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 سمعت كيف ما مرش بمش حاتم الطائي؟ في حد ما سمعش فيه؟ حاتم الطائي. شو اسمك؟ محمود صالح رجب. أهلا يا محمود. محمود هو بقدر ياخذها منك. أنت أخذتها. هاي من حلويات العنبتاوي. شو بتحكي له؟ العنبتاوي دائما على طول العنبتاوي، وفيش منه حلويات العنبتاوي. مرتب. مرتب والله. صحتين ما شاء الله العافية. شو رأيك؟ ما هو الجبل الذي رست عليه سفينة نوح عليه السلام؟ شو اسمه؟ أول مرة بمر علي. أول مرة هذا. معروف. شو رأيك؟ عارفه؟ لا والله. كل عام بخير وصحية. سألنا سؤال قبل شوية، ما هو الجبل الذي رست عليه سفينة نوح عليه السلام وربح هدية من حلويات العنب تاوي؟ يمكن ما عندكش مزاج هسه قبل الإفطار، المزاج بعد الإفطار. الجودي. الجودي يا عيني يا عيني. الجودي. الجودي. إجابة صح 100%. الجودي صح يا أشرف ما شاء الله. لا مزاج رايك. طيب هاي هديتك من حلويات العنب تاوي. شو بتحكي له؟ ايه وانت بخير وصحة وسلامة. شكرا لك. اهلا بك. طيب مشاهدينا ومتابعينا مع اشرف بنكون انهينا جولتنا بصحبة حلويات العنب تاوي اصل الحلو، ولا تنسوا حلوياته الشرقية والغربية والمحلية، وكمان عندنا 5 فروع للعنب تاوي في فلسطين، في طول كرم، قلقيلية، جنين، رام الله وعتيل، ولا تنسوا كمان مناسباتكم وافراحكم دائما اعتمدوا لمين؟ حلويات العنب تاوي. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا، شكرا لزميلي من وراء الكاميرا عبود الزغلول، ومني انا منتصر العناني. صوما مقبولا، افطارا هنيئا، وتقبل الله الطاعات. الى اللقاء.